أنا اسمي دكتور محمد علي بحراوي، أستاذ أمراض بطنة والسكر ورئيس سابق لقسم البطنة والسكر في كلية الطب جامعة الإسكندرية. أنا بقول مرضى السكر إنه من فضل الله إنه السكر مرض ممكن السيطرة عليه، سواء إحنا كنا مرضى من النوع الأول أو مرضى من النوع الثاني، بس إحنا لازم إنه يكون عندنا بعض الثقافة عن مرض السكر، لأنه إحنا إذا فقدنا السيطرة عن مرض السكر قصة هتؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مضاعفات في الأوعية الدموية الدقيقة والأوعية الدموية الكبيرة، بالإضافة إلى مضاعفات في العين، شبكية العين، في الكلى، والأخطر من كل ذلك اللي هي مضاعفات اللي تحدث في القلب زي الجلطات القلبية، هبوط عضة القلب، بالإضافة للجلطات اللي بتحصل في الدورة الدموية بالدماغ أو بالأطراف. احنا كل ده نقدر نتغلب عليه، نمنع حدوثه، نأجل حدوثه لفترات طويلة جدا، ان احنا نعمل ضبط دقيق للسكر عن طريق فهم الموضوع، نظام الغذائي، نمط السلوك، الحركة، استعانة بالطبيب، أخذ العلاج في ميعاده، مراجعة التحاليل، وإن احنا فاهمين التحليل ده يعني ايه، وإزاي ناخد الأنسولين، إزاي ناخد العلاج، وإن مفيش راحة لا من النظام بتاع الحياة السليمة ولا من أخذ العلاج أو من مراجعة الطبيب. أشكركم جداً.